عندي قضية رأي عامد وتوصل صوتي، عندي 6 شهداء وصارت القضية بيها مساومات وحياتي مهددة بالخطر، والقضية قضية قتل وعندي أدلة وقرائن. زين يعني صارت قتل وصارت اعطوني اياه. هو ابو معصومه، معصومه شلونك؟ السلام عليكم استاذ نجم. هلا اخوي، شنو قضيتك؟ الله يحفظك استاذ العزيز. اني انقتلوا 6 اهلي، والدي وجدي وعمامي. يا الكتلهم بال 2007 بالطائفيه منطقه سلمان باك المدائن. ها يعني ضحايا ارهاب؟ نعم. اي فمن ذاك اليوم لهذا اليوم احنا بالنسبه لنا ناس نحترم القانون، نحن على القانون. اي ركضنا وجبنا وادله وشهود وصور ومقاطع فيديو بالصوت والصوره ووثائق مصدقه قضائيا. يعني لكن هنا صار عندنا تلاعب بالاوراق من قبل الضباط هزم المنتهى واتعب عليه واسلمه للدوله للاستخبارات. ضابط الدعوة يقدم الدعوة للقاضي يكتب بيها عن طريق مخبر سري لا يوجد لا شاهد ولا مشتكي ولا دليل، يومين ويطلع المتهم. زين زين أنا عندي أدلة بالصوت والصورة وقطعية وشهود عيان. أبو معصومة خليها وياك. الأدلة والصور اللي والفيديوهات اللي عندك تتحدث إنه هذا القاتل نعم. اللي قتل أهلك بالصورة وبالصوت. نعم هو يحقق وياهم وشون يذبحهم ويشتعل راس عن الجثة ويلولح به قدام الكاميرا وقدام الناس. زين قدمتها للقاضي وقدمتها الضابط التحقيق؟ ضابط التحقيق هو اللي يتلاعب بالأوراق. طبيت للقاضي جاوبني على سؤالي. على سؤالي نعم. ضابط التحقيق نعم. قلت له هاي الفيديوهات نعم. هذا ده يذبح بأهلي؟ نعم كلها مرفوقة بالدعوة. زين الدعوة رفقها الضابط بالفيديوهات بعد ما فرغها وداها للقاضي؟ وداها للقاضي؟ لا لا ليش لا؟ هاي الدعوة فارغة بيا مركز شرطة. هذا مو مركز شرطة استاذي، احنا دعوتنا بالبداية كانت محكمة الساعة، النوبة تحولت لاستخبارات مال شرق القناة اللي بالأمن العام هسه حاليا يم مقدم حسام. ياه الضابط اللي ما قبل يرفع دعوتك للقاضي ويرفع السيديات اللي بيها الأدلة. مقدم حسام وين يشتغل؟ مقدم حسام بالاستخبارات، بالاستخبارات بشرق القناة، مديرية شرق القناة هاي اللي يمنع القناة. زين ليش امتنع عن يرفع دعوتك للقاضي؟ قاموا يساوم بهم بهاليتهم بالمنتهمين، وكل شخص يطي دفترين أو 3 يطلع من التوقيف ويطلع. عندك ما يثبت هذا؟ لمدة يومين وثلاث أيام ويطلع. أبو معصومة عندك؟ نعم عندي. عندك الأقراص ذني ما زال الموجودات موجودة عندك اللي كتل أهلك؟ لحد الآن موجودة. موجودة ايه؟ زين موجود في أنت من ألقيت القبض على القاتل وجبت سلمت نعم. للمركز عندك أمر قضائي لو أنت نعم. محروق قلبك؟ لا لا حجي، أوامر قضائية لزموهم مو أنا لزمتهم، لزمتهم الدولة وسلمتهم للجهة المطلوبة. إذن أكو أوامر قبض؟ أوامر قبض ومعمم الأسماء. زين أوامر قبض بمعنى قضيتك صعدت للقضاء؟ صعدت للقضاء. متدبر الضابط ما رفعها؟ ما تصعد بها الأدلة. اي ما تصعد، الأدلة موجودة، تصعد الدعوة فارغة طلع عليها المحامي كاتبين بها عن طريق مخبر سري لا يوجد لا شاهد ولا مشتكي ولا دليل. زين لعد القاضي استند على ماذا لما أعطاك أمر قبض؟ طبيت للقاضي هنا أنا هسان، طبيت القاضي سيادة القاضي، قلت له أنا جاني تبليغ وحضرت على هذا المتهم ودونت الأقوال وطلبت الشكوى وعد هاي الأدلة. أي قال لي أنا طبيت الدعوة فارغة. دز على المعتمد قال له بابا شلون سيرتول الدعوة فارغة وهذا مشتكي موجود بهذا التاريخ وهذا التبليغ ما له جايبه وياه. أي زين دز القاضي على المحقق اللي بالمحكمة قال له تأكد لي من الحاسبة أكو هيجي مشتكي قائم الدعوة على هذا المتهم؟ قال لي موجود أستاذ، هاي مدونة بالحاسبة. قال لي بابا انا الامر طلع عميدي وطيت فيه افراج واطلاق سراح فوري، انت روح ميز الدعوه وشوف وضعك تلاعب بالاوراق من قبل الضابط، ضابط الدعوه. ضابط الدعوه باستخبارات الداخليه شنو؟ بالداخليه نعم استاذ. يا 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 استخبارات بالداخليه يا مركز يا طرقاعه؟ مال مديريه مال الارهاب بشرق القناه، مختصه بالارهاب. شرق القناه. زين هسه منو مسجون؟ حاليا منو مسجون؟
هسه فقط بس واحد من المتهمين موجود بالسجن وما لزم على دعوتي. دعوتي ضمها سوى دعوة مال تزوير جوازات، وعلما انه هذا من 2007 قائم الدعوة عليه وأوامر القبض عليه، وهو اللي متهم وصارت الحادثة ببيته. زين ذولا اطلق سراحهم القاضي اللي انت جزمت؟ نعم اطلق سراحهم القاضي كلهم اتهموا فراج. مو انت تقول الضابط اخذ منهم فلوس، انت تقول الضابط اخذ منهم فلوس وطلعهم، هسه طلع القاضي طلعهم. استاذ نجم، لا لا استاذ نجم، القاضي الرجل توصل له دعوه فارغه، ماكو مشتكي ولا اكو شاهد ولا اكو دليل، فهنا شنو دور القاضي؟ راح يطلق اطلاق صراح. لكن التلاعب منين جاي يصير؟ جاي يصير من قبل ضابط الدعوه. أخي ما جاي يرفق الشكوى مالته الادله. انا دقيق باسئلتي، انت قلت اجيبه الضابط يطلعه بدفترين، بعدين اتضح انه القاضي مطلعهم براءه، الضابط نفذ امر القاضي، متباشر تحاسب على هذا الحكي. أنا بالنسبة للقاضي أستاذ، أنا بالنسبة للقاضي ما عندي علم إنه القاضي، يعني أنا ما أقول لك القاضي يأخذ فلوس، لكن القاضي أنا اللي شفته بعيني طبت له الدعوة فارغة، واليوم القاضي من طلب له الدعوة فارغة. إذن القاضي من أطلق يعني سراحهم وليس المقدم. نعم نعم، من قبل هذا الحكي القاضي من طبينا له قال أنا طيت فراج وطلاق صراح لأنه الدعوة فارغة، ما بيها لا شكوى ولا دليل ولا شاهد. زين تقدر تثبت انه الان انت انطيت القرص اللي بيه جريمه القتل للمقدم والمقدم ما تعامل معاه؟ استاذ القرص انطيته بالدعوه كلها، من كانت الدعوه بمحكمه الساعه المحكمه الرئيسيه، من قمنا اول دعوه بال 2007 القرص رفق بيها، وتشخيص الاشخاص شخصناهم واحد واحد والشهود موجودين العيان والاحترافات كلها موجوده، لكن هسه بالدعوة ماكو ولا دليل ولا قرص ولا شاهد، الدعوة مفرقة. أنت يحتاج أخي، أنت تقول بالساعة واكو شهود، نعم، واكو قرص، نعم، واكو اعترافات، لا شنو الدعوة؟ شلون الدعوة فارغة؟ نعم بابا، شلون الدعوة فارغة؟ والله فرغوا أستاذ، والله ما أعرف، أنا هم دايخ بهذا الأمر مهم. يعني دعوة أنا ما أعرف، دعوة هيج تتطشر. أنت يحتاج هذا دم 6 أبرياء. ماشي 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 ماشي، يعني أنا ما أفهم هاي القصة وراها خفايا، هاي المفروض ينبعث على الضابط وينبعث على هذا الشخص، أو ينبعث على هذا الشخص يقول له جيب القرص اللي عندك خلي نشوفه.